من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، مع انطلاقات سن الثنايا، انطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالثنايا الأبكار. 6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نسير مع هذه التحديات، نسير مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، بداية مع المركز الأول، مع الصدارة، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة في هذه اللحظات، كبسولة مع المركز الأول بشعار محمد بن سالم بن محمد آل جحيش. المري يقدم لنا كبسولة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني 24. المركز الثاني تتواجد هنا في هذه اللحظات ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا انطلاق الضي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث 14. ثالث الأسماء من تتواجد وتنطلق غازية عبد الله بن محسن بن سليم الخوار، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما رابع الأسماء المركز الرابع شرف من تتواجد مع المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، سعيد بن فهد بن سعيد القريصي يقدم لنا انطلاقة شرف مع رابع التحديات، بينما أتابع الدخول في هذه اللحظات اللي تدخلت هنا مشاهدينا الكرام، طبرية بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس القادمة الكايدة حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري القادم على مستوى المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى، أول ندى للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا نخبة من الأبكار الثنايا الحاضرة والمنطلقة في هذه التحديات المميزة والكبيرة الباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن السباق المحلي الثالث. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، العودة إلى صدارة الشوط، العودة إلى المركز الأول بعد أن انهينا على مسامعكم أول نداء للخمسة المراكز الأولى، العودة إلى الصدارة، هنا كبسولة مع المركز الأول من تقود الأسماء والتحديات الأولى محمد بن سالم بن محمد آل جحيش. المري مقدم لنا شعاره المميز، يقدم لنا كبسولة من تقود الأسماء والتحديات المميزة، بينما المركز الثاني تتقدم هنا وتنطلق ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين، يأتي أيضا هذا الشعار ليقدم لنا أحد الأسماء المميزة في مسار هذا الشوط مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث التواجد والحضور مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تتواجد تنطلق هنا طبرية مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري مقدما لنا شعاره مع المركز الثالث، يتقدم هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع، المركز الرابع القادم الكايدة، من تتواجد الكايدة مع المركز الرابع حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري يقدم لنا الكايدة مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار الخوار من يتواجد مع المركز الخامس، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات اللي تدخلت في هذا المسار، هنا كفاح من تصل مشاهدينا الكرام بشعار مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري، يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره ويقدم لنا كفاح مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية، الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء، يحمل لنا هذه الشعارات المميزة الحاضرة في هذا الاندفاع المميزة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الأفاضل. عودتنا هناك إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، كبسولة لا تزال هي من تتربع على عرش الصدارة، هي القائدة لهذه الأسماء، هي من تقود التحديات الأولى بحضورها المميز والكبير محمد بن سالم بن محمد آل جحيش. المري مقدم لنا كبسولة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا انطلاق الضي مع المركز الثاني، بينما أتابع التسلل اللي تسللت من مركز إلى مركز في هذه اللحظات إلى أن استلمت زمام الأمور. ما شاء الله، كفاح هنا غيرت وانتقلت مباشرة إلى صدارة هذا الشوط، مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري مقدم لنا كفاح من انطلقت إلى الصدارة،
إلى المركز الأول. نتابع وناخذ اللي قادمة مع المركز الرابع في هذه اللحظات، تتواجد طبرية بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري، هنا ينطلق في هذه اللحظات مع رابع الأسماء مخلال، تواجد طبرية مع رابع التحديات. بينما المركز الخامس القادمة من ميمنة الميدان يصل شعار الهادي هناك من الجانب الآخر، من تتقدم النفايد القادمة سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني يصل ليقدم لنا شعار أيضا من خلال تواجد هذا الاسم المميز القادمة هنا، من تغير من المركز الخامس إلى المركز الثالث. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. يا سلام، ولكن الصدارة وين؟ المركز الأول كفاح هناك مع البداية، كفاح مع المركز الأول، من تقود هذه الجموع مشاهدين الكرام، من تنطلق مع بداية هذا الشوط. مبارك بن سالم بجار الله بن سالمين المري مقدمة لنا تحدياته المميزة مع انطلاقة كفاح مع المركز الأول. بينما المركز الثاني من تتواجد هنا مشاهدين الكرام، النفايد القادمة سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مقدمة لنا شعاره مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث تتواجد هنا ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار الجربوعي القادم من خلال تقدم طبرية مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. بينما أتابع من الجانب الآخر اللي وصلت اللي تقدمت أيضا في هذا المسار، تصل هنا ترسانة في أول نداء في مسار هذا الشوط، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يصل ليقدم لنا شعاره من خلال تواجد ترسانة، من تصل في هذه اللحظات، من تتسلل أيضا من مركز إلى مركز مشاهدينا متابعينا الكرام. بينما أتابع أيضا القدوم من الجانب الآخر الكايدة حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري القادم على مستوى المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى، دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير والخطير بقيادة كفاح، من تقود الأسماء، من تنطلق مع البداية، من تسير بخطى واثقة إلى إذا الناموس، إلى الانتصار بهذا الحضور المميز ما شاء الله مع المركز الأول بشعار بن سالمين مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري، من يقدم لنا كفاح. بينما المركز الثاني القادمة والمنطلقة ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة في مسار هذا الشوط. المركز الثالث ترسانة القادمة بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. بينما أتابع الوصول من الجانب الآخر الكايدة أيضا تتسلل في هذه اللحظات بشعار حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري، ولكن الصدارة كفاح مع المركز الأول مع البداية، من تنطلق مشاهدين الكرام، من تنطلق مع البداية، من تحقق الناموس والانتصار ما شاء الله بحضورها المميز والكبير مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري، يقدم كفاح مع الأمتار الأخيرة والخطيرة مشاهدينا متابعين الأعزاء. ضي مع المركز الثاني سيف بن محمد بن زايد الخيارين، والكايدة بشعار حمد بن كليفيخ الهاجري مع المركز الثالث، ولا لكن كفاح، كفاح مع الأمتار الأخيرة والخطيرة مشاهدين الأعزاء مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين، يقدم كفاح تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين، مشكور يا راعي كفاح، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة هداجة محمد بن برقان المقارح، من يصل مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت الكايدة حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري والمركز الرابع. المركز الرابع ضي سيف بن محمد بن زايد الخيارين والمركز الخامس. المركز الخامس لمس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تابعنا هذا الشوط، ولكن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، تابعنا المنافسة الكبيرة، ولكن حضرت كفاح بحضور الأبطال لتقدم لنا هذا الأداء المميز والكبير. التوقيت الزمني 10 دقائق 3 ثواني 38 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. بينما المركز الثاني وصلت هداجة بشعار الصارم محمد بن برقان المقارح 10 دقائق 5 ثواني 7 جزءا من الثانية.
تهانينا والناموس يا ابو بخيت. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام الكايده لحمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري، 10 دقائق 5 ثواني 60 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.